مرة أخرى أبدأ مع دكتور ناصر. دكتور ناصر، التصرفات التي يقوم بها الرئيس الأمريكي الآن ورفض مغادرة البيت الأبيض والاعتراف بالهزيمة لا تذكرك بتصرفات بعض من حكام دول العالم الثالث ومنطقتنا بالتحديد؟ بالتأكيد، يعني للأسف هذه التصرفات هي تصرفات من يتمسكون بالسلطة أو لا يحترمون أسس الديمقراطية. هناك فرق، يعني لا يوجد تشبيه بين الولايات المتحدة وبين حكام دول العالم الثالث، ولكن هو نفس المبدأ، نفس العقلية التي لا تحترم قرار شعب ما، وإن كان هناك جدلية لا زالت قائمة، يعني بمعنى أن نتيجة الانتخابات في الولايات المتحدة لم تحسم إلى حد هذه اللحظة. ولكن يبدو أن ترامب في إحدى تصريحاته قال في عام 2016، ويبدو بأنه سيعيدها الآن، قال: أنا سأقبل بنتائج هذه الانتخابات مهما كانت في حال كنت أنا الفائز. ويبدو بأن هذه العقلية بدأت تنتشر أكثر، وبدأ الخطاب الشعبوي يكون أكبر داخل الولايات المتحدة. كنا نتمنى أن يكون الانتقال من الأنظمة الديمقراطية إلى الأنظمة الدكتاتورية، الآن يبدو بأن العكس يحدث، العدوى تأتي من الأنظمة الدكتاتورية إلى الأنظمة الديمقراطية. ولكن لا زالت مؤسسات الولايات المتحدة قوية أعتقد، ولا زالت قادرة على إخراج ترامب حتى لو إن كان في القوة من البيت الأبيض. يعني لا خوف على الديمقراطية في الولايات المتحدة، ولكن هذه التصرفات يعني أعتقد بأنها أصبحت علامة فارقة لشخصيات وليست أنظمة. يعني هذه الشخصيات شخصية ديكتاتورية، وشخصية نوعا ما تتمتع بالعنجهية، وتتمتع كما وصفنا دائما ترامب، يعني بالقصور السياسي أو الغباء السياسي، قد تأتي بهذه النتائج. ولكن أعتقد بأن الوضع لن يبقى على حاله، سواء كان في 10 أو 20 عام المقبلة، لأن الشعوب نوعا ما تتعلم، لا يوجد يأس من فترة زمنية محددة، دائما هناك أساليب. يعني حتى في هنا الغرب مثلا في أوروبا، الثورات أو دعنا نقول التغيير نحو الديمقراطية، الانتقال من الثورة الصناعية إلى النظام الديمقراطي، كل هذه الأمور استمرت عشرات السنين، وفي النهاية وجد نظام ديمقراطي قوي جدا. وأعتقد بأن دول العالم الثالث ودول المنطقة العربية ستسير نحو هذا الاتجاه، وإن كان الوقت مبكر، ولكن دائما هناك تعلم من الأخطاء، ودائما كان يكون هناك، أعتقد في مرحلة ما سيكون هناك أيضا توافق بين، يعني لا الأنظمة قادرة الآن على ضبط الأمور، لأن الأمور الآن هي كما الجمر تحت الرماد، ولا أيضا الشعوب ستبقى مستكينة أو قادرة على أن تتعايش مع هذا الأمر. المشكلة ليست في الأشخاص أو رفض الأشخاص أو رفض الأنظمة، المشكلة هي في الوضع العام. هل يمكن أن يسير الوضع العام في دول العالم الثالث على ما هو عليه الآن؟ أعتقد لا، لأن الانفجار سيكون قريب بعد 5 أو 10 سنوات، ولكن في النهاية لا يمكن أن تسير الأمور كما هي الآن. ولكن أيضا يعني النقطة الثانية، بأن دعنا نقول على الجانب الآخر، بأن الديمقراطية مثلا في الولايات المتحدة لا تمارس بالشكل الذي يحترم المبادئ التي بنيت عليها، وللغرب وبالغرب للأسف، يعني هناك نظام ما يتم التستر عليه بكثير من الأمور، والولايات المتحدة تحترم الحريات وتحترم حقوق الإنسان داخل الولايات المتحدة، ولكن سياساتها في الطرف الآخر هي لا تحترم هذه المبادئ. يعني هناك ازدواجية في التعامل، بمعنى أن الولايات المتحدة هي الأمام، وما تبقى لا مشكلة مهما كانت الكوارث، سواء كان في العراق أو سوريا أو كل الدول التي توجد أصابع للولايات المتحدة فيها في رسم الخارطة الدولية.